فعلا يا فندم، الدكتور وسيم مشارك بنتي في الرساله بتاعتها. تقصدي ايه بكلمه دي سعاده؟ قصد كل حاجه، هو مشاركها في كتاباتها، مشاركها في الخناقات الزوجيه اللي كانت بتصورها وبتكتب عنها. انا شفته بعيني وهو بيحذف وبيديب حاجات كتيره جدا من عنده. يعني ما استغربتيش لما عرفت ان هو طلب منها نص رساله في نظير الخلع؟ هو انا في الحقيقه استغربت في الاول، بس بعد كده رجعت قلت لنفسي من حق هو شاركها في رساله الماجستير بتاعتها، يبقى من حقه كمان يشاركها في النجاحات المترتبه على رساله الماجستير دي. الدفاع يحب يسال الشهاده في حاجه؟ سعادتك هسال اقول ايه؟ هي سابت حاجه ما قالتهاش، وبعدين بعد اذن سعادتك الشاهده تبقى والده المدعيه، يعني الحمد لله مش حد غريب. محامي المدعيه يحب يسال الشهاده في حاجه؟ لا تمام سعادتك. الشهاده اتفضل. الشاهد الثاني زهربان ابراهيم زهربان. زهربان بالغين يا فندم. اسمك وسنك ومهنتك. زهربان ابراهيم زهربان. السن يا فندم 55 سنه ميلاديه، المهنه استاذ جامعي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. بصفتك انك كنت المشرف على رساله الدكتوره مريم، تقدر تجزم ان الدكتور وسيم ساعدها في تحضير الرسالة ويعتبر شريك فيها؟ لا لا، أنا ما أقدرش أجزم بحاجة خطيرة زي كده، بس أنا أقدر أقول إيه اللي أنا شفته. وإيه اللي شفته؟ قبل ما أناقش الرسالة بتاعت الدكتوراه، الدكتور وسيم ده كان بيقعد معايا أكتر من الدكتورة مريم، واندهشت إنه حافظ كل كلمة في الرسالة، وليه بعض الملاحظ اللي إحنا ناقشناها مع بعض، ملاحظ مهمة جدا. أنا أعتقد إن هو أضاف الجانب النفسي لأنه طبيب نفسي. والمدهش بقى ان الملاحظ بتاعته كانت موجوده في كل باب. وما سالتش الدكتوره مريم عليها؟ سالتها سالتها، وكانت مكسوفه انها تقول لي ان التعديلات دي بتاعت جوزها. تقصد انها نسبت التعديلات دي لنفسها؟ ايوه. وانا قلت لا لا يا زغربان، لازم تواجهها بالحقيقه عشان تعترف. وبعدين قلت انا مالي، انا مالي، هي وجوزها مسائل عائليه، انا هدخل نفسي ليه في الموضوع؟ والتعديلات دي تمثل قد ايه بالنسبه للرساله؟ هي في البدايه كانت تعديلات بسيطه ملهاش اي معنى، وقعدت تزيد 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 لغايه لما بقت في كل الابواب تقريبا نص الرساله. لا من الجانب النظري بس حضرتك، لكن في الجانب العملي انا معدي النص بكتير. تقصد ايه بالجانب العملي؟ الجانب العلمي يا سعادتك، اللي هو الخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في وجود الدكتوره، والخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في غير وجود الدكتوره، والتقارير اللي كنت بكتبها عنها، والتحليلات النفسيه اللي كنت بعملها عن الازواج في سنه اولى جواز. سيدي القاضي، حضرات المستشارين. حاضر سيادتك يا فندم، ده كشف باسماء الازواج اللي الدكتور وسيم صور ووثق الخلافات بتاعتهم، وسعادتك هم كلهم مستعدين يجي يشهدوا معانا. تؤجل القضية لجلسة 7/4 لحين استماع بقية الشهود. الشهود كلهم شهدوا في صفي، مع ذلك مش قادر احس اني فرحان. مش يمكن تكون خايف تكسب القضية وتطلق مريم وتخسرها قصاد نص ماجستير انت مش هتعمل بيه حاجة؟ ويمكن أكون خايف نتصالح ونرجع لبعض وألقى نفسي مش قادر أنسى اللي عملته فيا. وجايز تكون هي ندمانة على غلطها. مش لو هتعترف إنها غلطانة الأول؟ مش يمكن تكون بينها وبين نفسها عارفة كويس قوي إنها غلطانة؟ بس هي بقى مستنياك. مستنياك تروح لها وتقول لها أنا آسف، أنا عايزك أنت، ومش عايز نص نصيبي في رسالتك. لا لا، مش هقدر أعمل كده. بس انت نفسك تعمل كده. ليه بتقولي ده؟ عشان عارفك كويس. عارفك اكتر ما انت عارف نفسك واكتر ما يفهمك. استني، رايحة فين؟ هسيبك تفكر في اللي انا قلته لك. عمال اتكلم من الصبح عن نفسي، ومفروض ان انت اللي جايه علشان تفضفضي لي وتستريحي. لا انا استريحت لما انت فضفضت.
طب الزيارة الجاية أنت؟ الزيارة الجاية بقى أنت اللي هتيجي تقول لي عملت معاها. سامح قال لي ان حضرتك تعبان بسببي، انا اسفه. جاي الطبيب خاطري ولا تصلحي غلطك في حقي؟ هصلح غلطتي. هتسيبي شريف؟ هتجوزه رسمي وبموافقتك. مش موافق. لا حضرتك موافق بس خايف من المشاكل مع وليد. وليد جايز يكون عنده مشاكل كتير قوي، لكن مفيش راجل في الدنيا يوافق ان اخته تتجوز بالشكل ده. طب لو جبت لك موافقة وليد ازاي؟ مش مهم بقى التفاصيل، لو وليد وافق حضرتك هتوافق؟ مش عارف. هتوافق عشان حضرتك بتحبني وعارف ان شريف بيحبني وانا ماليش غيركم. تعالي اتفضلي. ايه رايك في الفيلا؟ حلوه جدا طبعا، دي تحفه. تحفه ايه بس؟ مش تستني لما تشوفي الدور اللي فوق على الاقل عشان تقولي رايك كامل. هو انت عايز رايك ايه؟ مش احنا اتفقنا خلاص هتشتغلي معايا؟ دي يا ستي تعتبر اول حاجه هستشيرك فيها. وبصراحه الفيلا دي معروضه عليا. بفكر اشتريها. بس هي محتاجه شويه توضيبات وتشطيبات وكده يعني. هي سعرها كويس؟ جدا لقطة. لا خلاص ما دام لقطة اشتريها طبعا. برضه تتسرعي. مش ثانية ما نشوف بقيتها، نشوف الجنينة ونشوف البسين. بس على حسب. طيب هو أنت هتاخدها استثمار؟ خدها عشان أتجوز فيها. مش أنت يا ستي كنت قلتي لي إن إحنا ما ينفعش نتجوز غير رسمي؟ وما قدرتش. واديني دلوقتي قدرت عشان اكتشفت اني ما اقدرش اعيش من غيرك. وبعدين بصراحه يعني المشكله عندي ان كان عندي عقده من الجواز عموما، بس انا دلوقتي خلاص انا رفعت الرايه البيضاء وبرفع لك ايدي اهو وسلمت. قصدك ايه؟ لا كل ده ومش فاهمه؟ بص يا ساره خدي لي ميعاد من ماما ولو وافقت تجوزك ليا الفيلا دي كلها هتبقى مهرك. كنت مع مراتي في اوضه النوم ليله الدخله، لقيت ابويا بيخبط علينا ومعاه قايمه العفش، قلت له مش وقت حمايه، الصباح رباح. قال لي مش هتلمس بنتي قبل ما تمضي على القايمه. مسكت فيه وطقشته في بنته وطلعنا على الفجر. هايل! الف مبروك. قول لي يا استاذ ايهاب، مين اللي صور الخناقه دي؟ الاستاذ ده. انت متاكد؟ طبعا متاكد، اصله جالي بعدها مرتين وقعد يسالني ويكتب اجاباتي وقال لي ان هو بيعمل بحث في الخناقات الزوجيه. طيب والمدام ما تفتكرش انك شفتها قبل كده خالص؟ لا والله، اصل انا من ساعه طلعت مرات ليله الدخله وانا جات لاوضه من صواني الدنيا كلها. شفت سعادتك؟ ده خامس زوج بيثبت ويؤكد انه عمره ما شاف الدكتوره مريم ولا سمع عنها قبل كده. مما يؤكد ان موكل الدكتور وسيم هو المسؤول الاول عن توثيق وتصوير 70% او اكثر من الرساله التي هي موضوع الماجستير. الدفاع يحب يسال الشاهد في حاجه؟ شكرا يا فندم. الشاهد يتفضل. شكرا. المدعية
لها تعليق على شهادة الشهود في جلسة النهاردة؟ حضرتك مش معنى اني ما شفتهمش او ما حضرتش الخناقات الزوجية يعني ابقى ما تعبتش بعد كده في تحليلها ودراستها ومناقشتها في الرسالة بتاعتي. انا كمان تعبت في الدراسة دي، وكنت بشرح لك الدوافع بتاعت الازواج في الخناقات وفي الطلاق واللي ذبحوا بعض في اثناء سنة اولى جواز. وهو معنى كده ان الرسالة تبقى بتاعتك؟ انا ما قلتش انها بتاعتي، انا قلت ان انا مشارك فيها. ايوه بس انا اللي ناقشتها ونجحت فيها. وانا لو كنت ناقشتها بدل منك كنت هنجح فيها. انت بتقول ايه؟ أنا بقول سعادتك ان انا لو كنت ناقشت رساله الماجستير دي بدلها فكنت هنجح فيها. اه والله دي فكره. نؤجل القضيه لحين مناقشه المدعي عليه في رساله المدعيه على ان تشجل لجنه مناقشه الرساله من الاساتذه انفسهم الذين ناقشوا المدعيه فيها ومنحوها عنها درجه الماجستير. هو حضرتك بتقول ايه؟ هو حضرتك عايزه يناقش الرساله بتاعتي؟ وخايفه ليه؟ ولو سقط مش هيقبله حق فيها اصلا. لكن لو نجحت يبقى مش هتخلعك لغايه ما ترجع لك نص الرساله.